السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا نصور مع بعض كتاب الأضواء في الدين خمسة ابتدائي ونشوف هو ولا سلاح التلميذ. اهو ديت الدروس بدعة خمسة العقيدة سنة النبوية اسم الله تعالى سورة الأعلى أحكام القلقلة ظهور الوباء في المدينة الصلاة في المدينة مواجهة فرعون صوم رمضان والأعذار المبيحة للفطر وزكاة الفطر والإنسان والبيئة اسم الله تعالى الحكيم حديث وأحكام الميم والنون المشددين وغزوات بدر وأحد. وتعالوا نشوف الكتاب من جوه أهوت. طبعا الأضواء يعني ليه طريقة كده معينة ان هو مثلا قطعة وبعدين شرح وقطعة وبعدين شرح وقطعة وبعدين شرح بيمسك الدرس سنة سنة بيسيبش فيه حاجة وبعده تمارين واختبر نفسك اهو. درس تاني اهو مثلا دي احكام القلقلة اهي وكمان جايب سؤال واجابة وبحب انا الجزء بتاع السؤال والإجابة ده جدا علشان خاطر ان هو بيثبت المعلومة ده كده يا جماعة كتاب الأضواء في الدين. وأحلى حاجة فيه ان هو فيه سؤال وإجابة بعد كل درس.